بالنسبة لهذا اللقاء الصحفي اللي احنا بصدد التعبير عنه، هو إضراب بهذا مدينة ويسلان. هذا الإضراب اللي هو تعبير حضاري وتعريف بأرباب المقاهي، كذلك أن الإضراب هو حق مشروع. المشاكل اللي كيعاني منها أرباب المقاهي بالنسبة لمدينة ويسلان، هناك مرت سنة على وباء كوفيد 19، لم نجد أحدا في المساعدة من طرف الحكومة، لم نجد آذانا صاغية للقاء من أجل الحوار. فالإضراب نعني به أننا نريد أن نطلب الحقوق التي هي مطلوبة من جميع أرباب المقاهي. أولا هناك التوقيت. التوقيت خدمنا تقريبا سنة، يعني ب50% ديال الاستيعاب ديال المقاهي. كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا الفواتير المشتعله ديال الكهرباء والماء اللي ما كناش كنخلصوها شحال هذه، اللي ولات دابا طالعه ثلاثه المرات. كذلك كنخلصوا هناك البين سبور او القناه الرياضيه اللي كنخلصوها بواحد الثمن غالي ديال البت، وما كاينش هناك بت، يعني ان الصبيب ديال الويفي ديال اتصالات المغرب ضعيف او منعدم. هناك كذلك الضرائب للجماعة اللي كتخص بالباش ولا طيغاس والمشروبات، واللي كتخلص ما حيدوناش منها من غير 3 شهور اللي كنا وقفنا. فهذا لا يدل اننا رحنا كنخدموا 100%، بالعكس كنشوفوا بعض المؤسسات كالنقل العمومي اللي ولاو كيهزوا في الحافلات اكثر من 50%، يعني حتى 100%. يعني هذا لا يدل ان كوفيد تخص المقاهي فقط او اماكن اخرى، ولكن ضروري ان تكون واحد الالتفاته من الحكومه لهذا القطاع اللي هو كيشغل اكثر من 2,500,000 او 2,500,000 من العمال. هناك ضرائب تؤدى في وقتها، والإكراهات اللي كاينه الآن، هناك أرباب المقاهي اللي ما كيلقاوش حتى باش يسدوا الديون ديالهم أو يخلصوا الكراء ديال المحلات اللي كارين. بزاف ديال المسائل اللي ترتبات على هذا التأخير، مثلا اللي عنده سلف اللي دفع شيكات، بزاف الناس اللي عندهم واحد الإكراهات اللي صعيبة وربما كتأدي بهم إلى الإفلاس. حنا ما بغيناش نوصل لهذا المستوى، حنا ما كنتحاربوا حتى مع شي حد، حنا كنطلبوا واحد الحق كباقي المؤسسات في البلاد، كنطلبوا الحق ديال التوقيت انه يكون حضاري، ان مع 8 كنسدوا عاد كيجي الكليان، عاد كيجي الناس اللي كيكونوا خدامين، عاد كيخرجوا من العمل وكيجيو باش يجلسوا يترفهوا شويه. بما ان هذا قانون، فحنا ما لسنا ضد القانون نتاع السلطه، بالعكس حنا كنساعدوا السلطه وحنا غاديين معها في الاتجاه، لكن باش نسدوا المقاهي ديالنا وما كاينش المساعدات بالنسبه لارباب المقاهي وبالاخص الناس اللي عندهم الكراء، فهذا يعني واحد الحيف من طرف الحكومه ولا تهتم بهذا القطاع، رغم انه يشمل عدد كبير من ضرائب اللي كتأدى للجماعة، ولا كذلك بالنسبة للاتصالات المغرب، ولا كذلك البين سبور، كذلك بزاف ديال المؤسسات اللي كتستفد من المقهى. لكن رب المقهى إذا أفلس من سيعيل أبناءه؟ هنا كنوقفوا، لأن الإنسان لما كيوصل أنه يطلب الإضراب راه وصل عنده شي مشكل اللي كيعاني منه، حتى شي واحد ما كيسولك شنو عندك المشكل ديالك. يعني ان هاد المشاكل هذه راه تنزل معنا الحكومه على الاقل الحوار، راه حتى حنا عندنا الاولاد، عندنا الهموم، عندنا المشاكل، كاين الناس اللي ما كيلقاو ما ياكلوا. فهذا ليس بالغريب او
كما نقول، فهذا ظاهر لكل الناس. بالنسبة للمقهى، تعريف ديال المقهى، المقهى هي كتلعب واحد الدور اجتماعي كبير، اجتماعي ثقافي اقتصادي، تدخل أو تدخل عدد كبير أو تحل عدد كبير من المشاكل ويقصدها الأطر في أسلاك الدولة، وكذلك التاجر والمياوم، وقس على ذلك إن لم نقل مكتبة للتدارس بين الطلبة، فهو مكان ترفيهي كذلك يخفف عن من عدة مشاكل بالبيوت حتى تقل المشاكل بين الأزواج. هذا من جانب. من جانب آخر، أن المقهى كتشمل واحد العدد ديال العمال، منها السرباي أو النادل، منها اللي كيعصر القهوة، كاين المرأة اللي كتغسل المعن، يعني أن هناك بزاف ديال 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 الناس اللي خدامين في المقهى. إلا غادي نقولوا كيخدموا حتى لستة الناس في المقهى، هذه مقهى متوسطة يخدموا فيها ستة الناس، يعني أن إلا جينا نشوفوا العدد ديال العمال اللي كيخدموا في المقهى زائد رب المقهى، فكنشوفوا بأن كيكون واحد السبعة الناس أو سبعة العائلات، يعني كل واحد كيعيل واحد العائلة. إذا لا حنا سدينا المقاهي وأفلسنا وجلسنا للشارع، هذيك السبعة العائلات اللي كيخدموا واحد المقهى أضربها بجوج المليون و500 ديال المقاهي اللي كاين او اكثر، يعني هذا عدد ضعيف. ولكن حنا كنشوفوا بالنسبه لمدينه ويسلان اللي كتعدى عدد المقاهي فيها اكثر من 300 مقهى، الا درنا العدد راه كنلقاو واحد العدد كبير من الناس اللي كيخدموا في هذه المقاهي هذه، وهي راه فعلا كتعطي واحد القيمه اقتصاديه بالنسبه للعامل، كتعطي قيمه اقتصاديه بالنسبه للدوله، كتعطي قيمه اقتصاديه حتى على الصعيد السياحي، حتى على الصعيد ديال الامور كامله اللي كنعيشوها. فما يمكنش اننا نفلسوا بدون ما ناخذوا واحد الاعتبار من الحكومه اللي نساتنا في خطره واحده. ما كاينش الحوار، عمرها ما جلست حتى جلسه مع شي واحد من ارباب المقاهي او المسؤولين اللي كيمثلوا المقاهي. فهذا اللي يمكن لي نقول لكم في هذه اللحظه. الاضراب اللي حنا كنخوضوه، كي قلت في الاول انه اضراب حضاري، هو تعبير حضاري، ليس هناك شك او لبس اننا سنقوم بشيء سيضر الدولة او سيضر مؤسسات، فنحن نضر انفسنا بايدينا. حتى نعرف بالمقهى في ويسلان، حتى نعرف لكل من يرتاد المقهى ان المقهى هي حل لعدة مشاكل، كيلتقي فيها البائع والمشتري، كيلتقي فيها بزاف ديال الناس. ما خصناش نضيعوا هذا المجال، هذا اللي هو مجال تسويقي بالنسبة للجميع الثقافات، سواء تجارية أو اقتصادية أو وقيس على ذلك. أن الهدف الأساسي من هذا الإضراب هو أن الحكومة تسمع الصوت ديالكم وتحاور. أكيد، والهدف الأساسي ديالنا من الإضراب هو أن الحكومة تعطينا واحد الوقت وتاخذ بيدينا وتحاور معنا وتشوف المشاكل ديالنا. ماشي صافي دير له 50% الاستيعاب ديال المقهى 50%. الا كان السيد كيدخل مثلا 100 قهوه في النهار وبدا كياخذ 50 قهوه، غادي يخلص بها الخدامه ويخلص السلعه ولا ما يوصلهمش، باش غيخلص الضرائب، باش يخلص الضو، باش يخلص الكرا، باش يخلص الماء. فهذا يعني واحد الثقل حامله بزاف رب المقهى. كنتمنى ان الحكومه تسمع لهذا النداء، وهذا نداء لجميع الارباب المقاهي، سواء في ويسلان او مكناس او في الدار البيضاء او الرباط. فالاضراب فهو شيء تستحبه الدوله الحقيقه، لان كيبين بزاف ديال المسائل اللي كنضروا منها. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى مع دخول شهر رمضان المبارك ان ينزل علينا رحماته، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يحفظ صاحب الجلالة الملك نصره الله محمد السادس الحكمة اللي خاد سيدنا نصره الله في هذا الوباء. فكانت حكمة يعني ظهرت في العالم، وخذوا عبرة من المغرب اللي كان هو البلد الوحيد اللي توفق أنه ما يكونوش عنده عدد كبير من المصابين بهذا الوباء، ما كانش عنده بزاف ديال الموتى بهذا الوباء. ولكن المهم نتمنى جاهدين إن شاء الله، ونحن كلنا في خدمة الوطن وفي خدمة الملك. وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.